في خبر أنا بالتأكيد منحاز له انحياز غير طبيعي غير طبيعي. أنا بكلمك بجد. ليه بقى الانحياز ده؟ الانحياز لشخص بطل هذا الخبر لو صح التعبير، لأنه بطل هذا الخبر هو صاحبي بصراحة شديدة يعني، وأخويا، وبعدين هو زميل مشوار شديد الصعوبة، صاحبي وزميلي وصديقي جدا، الصحفي الرائع جدا والمتميز جدا قوي خالص في مجال الصحافة المكتوبة والصحافة المتلفزة، إبراهيم جاد. ترافقنا بقى في كل الحاجات، عملنا مع بعض برامج جوه الاستوديو. يمكن بدايتي في اون تي في كانت مع ابراهيم جاد واحنا في رمضان سنة 2012، انا متذكر كويس. وبعدين اشتغلنا مع بعض برنامجنا على اونلاين بتوقيت القاهرة، وبعدين خدنا بعضنا انا وابراهيم ومحب وطلعنا نغطي العمليات العسكرية والحروب في سوريا وتحرير حلب، وشفنا اللي محدش شافه. وبعدين رجعنا في استراحة المحاربين كده زي ما بيت قال، وابراهيم قال لي لا دي تجربة صعبة بس انا كنت مبسوط وحاجة رائعة وجميلة، ربنا بقى كده ايه يساعدنا ونعرف نكرر التجربة. فربنا بعت لنا ان احنا نذهب الى ليبيا سوين. وعند ليبيا ابراهيم قال لي اخر مرة هغطي حروب كده كفاية، اعصابي لا تحتمل. فتعدي السنين بينا واشوف ابراهيم زي ما نقول كده في الشغلانة بتاعتنا اللي جابها من تحت جدا، وهو بيبدأ في روز اليوسف وهو لسه متخرج من الكلية وبيكبر بقلم رشيق ومرن وحس صحفي مذهل جدا جدا جدا، يكبر 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 إبراهيم، فيبقى إبراهيم جاد رئيس قناة أون تي في معايا على التليفون. ألف مبروك يا إبراهيم. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا طولت في مقدمة بس أنت عارف أنا أحبك قد إيه، وسعيد قوي يا إبراهيم إن أنت موجود حقيقي. ربنا يخليك ربنا يخليك، القلوب عند بعضها والله. فقلت لازم أحكي الحدوتة كده. لا هي حدوتة فعلا كده، فعلا من رمضان بلدنا 2012 وامتدت فعلا بتوقيت القاهره، وغطينا الحرب. الناس ما تعرفش احنا غطينا الحرب انا ويوسف في اجواء صعبه جدا في يناير في سوريا ما بين دمشق وحلب، وفبراير بني غازي صنفوده في ليبيا برضه 2017 كان ممرش اقل من شهر، كنا مغطين حربين في تجربه انا شايفها انه في الاعلام المصري هي الاصعب والاكثر قسوه. من اعتقد احنا غطينا وشاهدنا وشاركنا في تغطيه الحرب وحاولنا ننقل بشكل او باخر يعني الصوره لكيف يكون شكل الدول في وقت ما بقاش فيها جيوش. صح. فكانت تجربه صعبه جدا 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 وقاسيه جدا، خصوصا انا شايف ان سوريا كانت تجربه اصعب شويه من ليبيا، رغم ان ليبيا اتضرب علينا نار الحمد لله يعني عشنا وكان لنا عمر. ربنا كتب لنا العمر الحمد لله والشكر الحمد لله. فهو طبعا المقدمه اللي انت قلتها هي موجز تقريبا لملخص فترة صعبة من الصحافة التلفزيونية اللي أنا شاركت فيها مع يوسف الحسيني الصديق والإعلامي والرجل الوطني المحب جدا. الخبر عليك مش على يوسف يا أبو خليل، احنا بنحتفل وبنحتفي يعني وبنفخر بيك النهاردة، سيبك من يوسف. أنا بحاول أقول يعني شوية من البدايات إن احنا في النهاية أنا وأنت كنا فن، احنا ما احناش يعني احنا جايين فن من زمان يعني. صحيح. أنا الحقيقة بالمقدمة دي كنت بقى قدر استطاعتي، وإن كان اللي أنا حكيته ما يوفيش المشوار بتاع إبراهيم جاد، يعني إنه الناس تبقى عارفة مين هو إبراهيم جاد اللي أصبح النهاردة رئيس قناة أون. هو أنا ابن روزا اليوسف وما زلت ابن روزا اليوسف. المدرسة يعني خرجت عشرات الكوادر والكوادرات للصحافة والتلفزيون وللإعلام للمرأة، مش عايز اقول الاسماء بس انا عايز يعني افتكر الله يرحمه الراحل عبد الله كمان، لان هو كان اضافه واثراء لمشواري يعني اللي مش طويل، بس انا يعني راجل دي تجربه مهمه جدا في روزا اليوسف. انضميت ل 2005 الوزر وما زلت ابن روزا اليوسف، وانا برضه لابن الام ورحت وقرات وان شاء الله ورجع الام. أون مدرسه مهمه جدا في الاعلام التلفزيوني، مهمه جدا محققه نجاحات مهمه. هنحاول ان شاء الله ان احنا نكمل النجاحات ونكمل مسيره الناس اللي بانت فيها. عايز بس اشكر الشركه المتحده على الثقه دي. كل الشكر للشركه المتحده على فكره انه ده في ضخ ودماء جديده للشباب في
في الفتره انه بيتكلم كلام كتير جدا على الاعلام في الفتره دي. فعايز اقول الفكره بتاعها حقيقه طفرات مهمه جدا خلال الفتره الزمنيه اللي فاتت، اكيد الناس كلها حاسه وشافت ده بشكل ملموس. فانا اذا كان بيتكلم على جيل الشباب بنحاول نطور، بنحاول يبقى فيه الافكار الجديده اللي عشان في النهايه تناسب الناس والعالم. فاحنا ان شاء الله يعني مستعينين بكل ما يمكن من قدرات وافكار وامكانيات نحاول نطلع شكل مرضي للناس، والناس مبسوطه وفرحانه ان هي بتتفرج على حاجه محترمه. ابراهيم جد بهذا المشوار الذي يبدو طويلا وفي نفس الوقت هو ثري مما لا شك فيه، ومشوار جد قوي، مش جاد، جد جدا. ابراهيم جد عنده كام سنه؟ 1.9 جد، عنده 40 سنه. فانت هنا بقى بتشوف ازاي المتحدة خلت هذا الرجل اللي عنده 40 سنة يتولى هذه المهمة بتاعت واحدة من اقوى القنوات اللي موجودة في العالم العربي. انا اتذكر ان احنا زمان كان اون بيتقال عليها CNN الشرق الاوسط. مظبوط مظبوط، في فرق جدا غطينا في عندنا شبكة ممثلين ممتازة ورائعة من 2011 ل 2012 و13. أعتقد كانش في حدث بيحصل غير لما تبقى أنت. طيب أنا متأكد إن إبراهيم عنده تصورات كتير، ومتأكد إن عنده حلم كبير عاوز يحققه جوه قناته أون اللي كبر فيها إلى أن أصبح رئيسها ما شاء الله تاتش وود. بس هيفضل بقى حاجة في النص يا إبراهيم، هنطلع نغطي حروب تاني ولا لأ؟ والله يا يوسف اوعى يعني تقول لي انا بقيت رئيس قناه ماليش فيه. لا 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 لا، انا معاك معاك، انا معاك في اي وقت، معاك في اي وقت وجاهز. في النهايه احنا بدأناها من ورا، يعني احنا طول الوقت بنبقى ورا الكاميرات وبنحاول يعني ندعم ونقف ونذاكر ويلا ونعمل، فكل ده هيبقى موجود وكل ده هيبقى متاح، واحنا موجودين طول الوقت مع بعض بنحاول نقدم حاجه جديده طليق بالاعلام المصري، والناس مبسوطه وفخوره بيه. قدها وقدود يا ابراهيم، انت تعبت كتير وخدت حياتك جد وخدت مشوارك بمنتهى الجديه. انا زيك الحقيقه بشكر المتحده جدا جدا، وده بالنسبه لي بقى ايه، شكر خاص جدا جدا جدا، لانه سعادتي بابراهيم الحقيقه لا توصف. شد حيلك، قدها وقدود، قدها وقدود، قدها وقدود يا ابراهيم. اشكرك اشكرك، ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. كل الشكر للزميل والصديق ورفيق المشوار الصعب، رفيق خط النار زي ما بتقال، زميل العزيز إبراهيم جاد رئيس قناة أون. ألف مبروك يا إبراهيم.